الألف في صلاة ليلة 27 من رمضان أمس الاثنين في مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، إذ فرشت ساحة المسجد المعروفة بمنطقة مجمع الأديان بداية من محطة مترو ماري جرجس وصولا إلى نفق الملك الصالح لعدم سعة المسجد لصلاة 10,000 مصلي. التفاصيل في التقرير التالي. في مشهد أكثر من رائع، اجتمع الآلاف من المصلين لصلاة ختم القرآن ليلة 27 من رمضان، والتي رجح أغلبية العلماء أنها ليلة القدر بمسجد عمرو بن العاص، وهي عادة سنوية لكثير من المصريين، حيث صلاة التراويح وقيام الليل في أول مسجد بني في إفريقيا. هنا الناس يعني بتفرح مع بعض بليلة القدر في جو روحاني عالي، ناس عندها عقيدة ان الليلة هنا تبقى ليها روحانيات تانية. بتلاقي جو هنا ترابط ما بين الناس كلها، الناس كلها بتشوف بعض، الناس كلها بتقابل بعض، موائد الرحمن اللي بتتعمل للمنطقة كلها، الشباب كلها بتبقى ايد واحدة في رمضان، بتحس ان انت عاوز تخدم الناس اللي جاية لك دي كلها. مسجد عمرو بن العاص من المساجد العريقة الجميلة اللي الناس بتجيلها من انحاء العالم كلها، وبالذات من ليلة القدر، يوم ليلة القدر بالذات علشان الصلاة ورمضان ليه بهجة كتيرة هنا غير أي مكان تاني. ساحة المسجد امتلأت بآلاف الأسر المصرية، حيث زادت أعداد المصلين هذا العام بشكل كبير وسط انتشار العشرات من قوات الأمن وسيارات الإسعاف والمدرعات. ليلة القدر دي بصراحة يعني هم على ما بيقولوا يعني تبقى ليلة 27 ليها النهاردة، تمام؟ بتبقى من بعد مثلا ايه العشاء كده بيبقى الجو جوه الجامع جو جميل، تحس كده نسمة شتا كده في الجامع وتلاقي السما صافية. من فضل ربنا بنيجي هنا كل سنة في جامع عمرو بن العاص، والشعب المصري كله بيبقى بيحتفل هنا بليلة 27، خاصة في ليلة 27 ليلة القدر. ليلة القدر دي طبعا ليلة يعني مباركة، وأنا بطلب من المسلمين كلهم إن احنا نحب بعض ويبقى قلبنا على قلب بعض، والغني يعطف على الفقير. وتعتبر ليلة القدر ليلة مباركة، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، لذلك ينبغي على المسلم الحريص على طاعة الله أن يحييها إيمانا وطمعا في أجرها العظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، صدق الله العظيم. رسالة من رب العالمين لجميع المؤمنين حول مكانة هذه الليلة المباركة والتي لها نكهة خاصة عند جامع عمرو بن العاص في قلوب جميع المصريين، هذا الصرح العظيم الذي يحمل الكثير من المشاعر الروحية والدينية للأمة الإسلامية. عمرو عبد الحميد، الحياة الآن.